أيضا يقول: رجل تزوج من ابنة عمه، وابنة عمه هذه راضعة مع ابن أخيه، فهي وابن أخيه إخوة من الرضاعة، فهل هذا الزواج صحيح وما هو الحل، علما بأن الزوجة لديها طفلة وولدان؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت رضعت من زوجة أخيه 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تكون ابنة لأخيه من الرضاعة، ويكون هو عما لها فلا تحل له. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.